مرحبا بك. إذا التشكيلة الأساسية لمنتخب الجزائر إيمان لابيني في المقابلة الودية هي كالتالي: في حراس المرمى بولحي، في الدفاع عيسى موندي، ربيع بسبعيني، فرحات وعطار، في الوسط قديورة وعبد الناصر، في الهجوم ونجاح وديلور وعبد الحارس، في الأخير إذا كنت في المنتخب الجزائري لا تنسى إعجاب واشتراك في اللقاء. شكرا.